أهلا بكم إلى نشرة الاقتصاد نقدمها لكم من قناة الجزائر الدولية، والبداية بأبرز عناوينها. تفاقم مخاوف الوباء تدفع أوبك للتخلي عن خطط زيادة الانتاج. إيران تستعد لرفع انتاجها النفطي لأربعة ملايين برميل يوميا. تهاوي الاقتصاد في مؤشرات الاقتصاد الكلي للمغرب، ارتفاع مقلق للمديونية العامة والاستدانة الخارجية، سبيل حتمي لتغطية عجز الميزانية المتفاقم. وفي ملف النشرة تتابعون: الجزائر تطلق إصلاحات هيكلية للاقتصاد، مراجعة شاملة للمنظومة المصرفية، وتحرير كلي للاستثمار أمام الخواص. أهلا بكم من جديد. تتجه منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك وحلفاؤها نحو التخلي عن خطط زيادة إنتاج النفط خلال الأسبوع المقبل، توجه يعززه تأثيرات اكتشاف السلالة الجديدة لفيروس كورونا على أسعار النفط، مسجلة أسوأ انهيار لها منذ عام ونصف العام. تتسع رقعة تفشي سلالة أوميكرون الجديدة، وتتفاقم معها مخاوف المستثمرين بشأن ضعف الطلب، لتعزز من التوقعات بتوجه منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها لاتخاذ قرار بالتخلي عن خطط زيادة إنتاج النفط خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل. الانهيار الحاد في أسعار الخام لأدنى مستوى لها منذ قرابة 3 أشهر، في أسوأ أداء يومي لها منذ عام ونصف، معطيات من شأنها أن تدفع بالكارتل النفطي للتراجع عن خطة تتضمن ضخ أوبك وشركائها 400 ألف برميل أخرى يوميا للسوق شهر جانفي القادم، في ظل سعيهم لاستعادة الإنتاج الذي توقف خلال انتشار الوباء العام الماضي. وهنا تنقل وكالة رويترز عن مندوبين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم أن المجموعة تدرس بالفعل قرار التوقف عن الزيادة مؤقتا، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة ومستهلكون آخرون الإفراج عن مخزونات النفط للحالات الطارئة الاثنين الماضي. توجه سبقته تحذيرات سعودية بلسان وزير المملكة للطاقة عن عودة أسواق النفط الخام العالمية لتسجيل فائض في العرض خلال الشهر المقبل، بالتزامن مع تعرض الطلب للخطر بسبب حالات العدوى الجديدة، وضع دفع بكبريات بنوك الاستثمار الأمريكية والبريطانية لوصف عودة التحالف النفطي إلى خيار خفض الإنتاج ضمن السيناريوهات المنطقية والممكنة بالنظر لتفاقم الحالة الوبائية وهشاشة الطلب العالمي على الطاقة. توقع الرئيس الأمريكي جو بايدن انخفاض أسعار الوقود قريبا في أعقاب شروع الولايات المتحدة الأمريكية في سحب جزء من احتياطاتها الاستراتيجية. بايدن في تغريدة نشرها عبر منصة تويتر أكد أن إطلاق الاحتياطي الاستراتيجي سيخفف ضغوط الأسعار، متعهدا أن الأمريكيين يشعرون بانخفاض أسعار الوقود قبل وقت ليس بالبعيد على حد تعبيره. في شأن طاقوي آخر، أعلن مدير الشركة الوطنية الإيرانية للنفط عن محاولة طهران استعادة الطاقة الإنتاجية للجمهورية الإسلامية من النفط في مرحلة ما قبل العقوبات الأمريكية. المسؤول الإيراني ذكر أن بلاده تسعى لبلوغ مستوى 5 ملايين برميل للنفط يوميا، على أن تصل الطاقة الإنتاجية من الغاز إلى 1.5 مليار متر مكعب يوميا خلال السنوات العشر القادمة. اهتزت أسواق السلع والأسهم على موجة انهيار حاد لتداولات إثر المخاوف بشأن توقعات الطلب العالمي وتراجع الأسواق المالية. تراجعت أسعار سلة الغذاء لأدنى مستوى لها منذ جويليا الماضي، في حين إذن تعقد السلالة الجديدة جهود البنوك المركزية لإيقاف سياسة التسيير النقدي. في نهاية نفق طويل وبائي ومؤلم اجتماعي دام عامين من الركود الاقتصادي،
أسواق المال والأعمال عبر المعمورة تتفاجأ بسلالة أوميكرون الجنوب أفريقية، عاصفة بتداولات أسعار المواد الأولية بانخفاض أسعار سلة المعادن ب3% في جلسة واحدة. في المقابل فقدت أسعار الغذاء نحو 3% ونصف نقطة مئوية، متراجعة لأدنى مستوى لها منذ جويليا الماضية. انحدار شكلت السلع الصناعية أكبر الخاسرين فيه بفعل تراجع الطلب عليها بتفاقم مخاوف تقطع سلاسل الإمداد، في وقت بددت السلالة الجديدة جميع مكاسب تعافي الطلب على النفط. انخفاض حاد وشامل دفع بالكثير من المستثمرين ومنصات التداول لعمليات بيع مكثفة في البورصات العالمية، في تحركات شملت حتى التخلي عن الذهب بوصفه أكثر الملاذات الآمنة في أوقات الأزمات. تأثير الجائحة الجديدة القديمة على الأسواق امتد لخلط أوراق السياسيات النقدية في كبرى الاقتصاديات العالمية، بتزايد الشكوك حول تأجيل محتمل لإيقاف نهج التيسير النقدي الذي تبناه الاحتياطي الفيدرالي والمركزي الأوروبي إبان فترة الجائحة، وما يترتب عن ذلك من تأجيل قرارات رفع أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد عالمي ولدى المجموعة الاقتصادية الأوروبية الموحدة. من جهتها تراجعت البورصات الخليجية بشكل حاد في مستهل تعاملاتها الأحد، متأثرة بعمليات بيع طالت معظم الأسهم خوفا من تداعيات سلالة أوميكرون المتحورة. وهبط المؤشر العام للبورصة السعودية بنسبة 5.9% متصدرا تراجعات الأسواق الخليجية لها سوق دبي المالي الذي نزل بنحو 4.8%، وانخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 3%. أمر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت بفتح تحقيق في تلاعب محتمل في العملة بعد أن تراجعت الليرة بشدة إلى مستويات قياسية منخفضة أمام الدولار. ذكرت وكالة أناضول أن أردوغان كلف مجلس الرقابة الحكومي، وهو جهاز تدقيق يرفع تقاريره للرئاسة، بتحديد المؤسسات التي اشترت كميات كبيرة من العملات الأجنبية، وتحديدا ما إذا كان قد حدث أي تلاعب. وتراجعت الليرة التركية إلى مستويات قياسية الأسبوع الماضي بعد أن تعهد أردوغان بالالتزام بسياسة خفض أسعار الفائدة، وفقدت الليرة التركية نحو 45% من قيمتها هذا العام، وسجلت نحو نصف تلك الخسائر خلال الأسبوعين الماضيين. في موضوع آخر، تفاقم حجم المديونيات العامة في المغرب ليصل إلى مستويات غير مسبوقة، تجاوزت نسبته 77% من الناتج الداخلي الخام، مستوى وصفته السلطات المغربية بالمقلق، واعتبرة اللجوء للاستدانة الخارجية بالسبيل الحتمي لسد الحاجيات التمويلية لموازنة الدولة العام المقبل. تتهاوى مؤشرات الاقتصاد الكلي في المغرب بتفاقم عجز الميزانية الذي سجل مستويات قياسية غير مسبوقة ناهزت 5% من الناتج الداخلي الخام، مؤشرة سلبية. وإن حاولت حكومة عزيز أخانوش الجديدة بالتخفيف من وطأتها عبر طرح مسودة مشروع قانون موازنة للسنة المقبلة، إلا أن ارتفاع حجم المديونية العامة إلى مستوى وصفته وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية بالمقلق يحد من الخيارات المتاحة أمام الرباط لتغطية دين عام يمثل أكثر من 76% من الناتج الخام الداخلي للمملكة. وضع اقتصادي هش يضع المملكة أمام حتمية اللجوء للاستدانة كسبيل إجباري لتغطية عجز متفاقم بلغ درجة فشلت معها خزينة أمير المؤمنين في تسديد أجور الموظفين. وهنا تتوقع الرباط اقتراض أزيد من 11 مليار دولار بعنوان السنة المقبلة باللجوء إلى السوق الداخلية لجلب نحو 9 ملايير دولار، على أن تستدين نحو 2.5 مليار دولار من هيئات مالية دولية. أرقام معلنة وأخرى مخفية أجبرت السلطات المغربية للتوجه نحو خيارات تعترف المسؤولة الأولى عن قطاع المالية في المملكة أنها صعبة، بتوجيه نفقات الدين حصرية لتغطية نفقات غير قابلة للتقليص بما فيها نفقات الموظفين والتسيير.
في شأن المغاربي، دائما تعتزم الجزائر إطلاق حزمة إصلاحات اقتصادية هيكلية السنة المقبلة تشمل مراجعة سياسة الدعم وتعديل جذري للإجراءات التنظيمية والقانونية المؤطرة للقطاع المصرفي، إلى جانب فتح بعض القطاعات المحظورة على الخواص أمام الاستثمار المحلي والأجنبي. بعد نحو عامين من مسار تجديد مؤسسات الدولة، توج بانتخاب مجالس تمثيلية وطنيا ومحليا وتعديل جذري للدستور، الجزائر تستعد للانتقال نحو الإصلاح الاقتصادي الهيكلي في مراجعة جذرية للمنظومة المالية والاستثمارية. بعد الانتخابات ندخلوا في الإصلاح كل ما هو اجتماعي، كل ما هو اقتصادي، نعاود ونبنوا أسس الاقتصادية والاجتماعية نتاع الدولة بعد ما تهنينا من المؤسسات. فضلنا نخليوها من بعد باش نخلي مؤسسات نزيهة ذات مصداقية تتطرق الأمور جوهرية نتاع مستقبل الوطن كله. سنة ستشهد وفق تأكيدات الرئيس الجزائري الشروع الفعلي في أولى ورشات الإصلاح الهيكلي لسياسة الدعم، شريطتان يسبق ذلك نقاش وطني واسع يمهد لتحديد الآليات والفئات والمواد المعنية بتوجيه نحو 17 مليار دولار سنوياً من نفقة الدولة كتحويلات اجتماعية. ملف حساس اجتماعيا وسياسيا يترافق مع كشف السلطات الجزائرية عن خطوات انفتاح اقتصادي على القطاع الخاص الوطني بالإعلان عن نيتها في طرح حصص من بنوك مملوكة للدولة للاكتتاب العام عبر بورصة الجزائر والسماح باستحداث بنوك برأس مال خاص في خطوتين تعول عليهما الحكومة لتحديث وعصرنة المنظومة المالية والمصرفية بالبلاد وتعميق مساعي تحقيق الشمول المالي لامتصاص الكتلة النقدية الضخمة المتداولة في الاقتصاد غير الرسمي. بالتزامن مع تحرير الاستثمار في مجال النقل الجوي والبحري بالكشف عن إيداع أولى طلبات الاستثمار في إنشاء شركات طيران خاصة وأخرى متخصصة في ميدان الشحن البحري دون تحديد موعد للموافقة النهائية للعروض الاستثمارية، خطوات متتالية ترسم لإصلاحات جذرية والهدف إعادة ترتيب بنية الاقتصاد الجزائري فيما يبدو مخطط الفرصة الأخيرة للخروج من تبعية المحروقات واقتصاد الريع. ولإثراء النقاش حول هذا الملف أرحب بضيفي هنا في البلاطو الأستاذ صالح بلوصيف الخبير الاقتصادي. مرحبا بك سيدي، شكرا على قبول دعوة برنامج النشرة الاقتصادية في قناة الجزائر الدولية. ربما السؤال الأول أستاذ صالح بلوصيف، بما أنك تدرك خبايا القطاعات التي سنتحدث عنها، القطاع الاقتصادي والنسيج الاقتصادي في الجزائر، أستاذ صالح بلوصيف، كيف نقرأ حزمة الإصلاحات التي تسعى لها الجزائر للقيام بها مع مطلع السنة المقبلة؟ وبدي هذه بدء بعد بسم الله الرحمن الرحيم، أهنئ لكم هذا المولود الجديد. شكرا. خاصة على البعد الدولي تاعه حقيقة كان يعني خاص النسيج الصحفي ولا خاصة التلفزي مثل هذا المولود، أبارك لكل العائلة. شكرا. أهنئ الجزائر وأبارك لها كذلك هذا الموعد الطيب وهو الانتخابات المحلية، وهي تستكمل مسارها وتثبت أقدامها من أجل إرساء تنمية ومن أجل إثبات وجود وإثبات قوة في المنطقة ولما لا في كل العالم إن شاء الله. نرجع للأن لسؤالك ما ركزتش معي مع الإصلاحات، مع مسألة الإصلاحات أستاذ صالح بلوصيف، هناك حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وكذلك النقدية وعد بها الرئيس سيد عبد المجيد تبون. حقيقة هو يعني لما تشوف أنت المؤشرات، يعني المؤشرات الاقتصادية بعد 20 سنة من التجارب، بعد 20 سنة من الخطط، وننظر للنتائج خاصة مع يعني هذا الوباء اللي هو وباء كورونا، يعني كل اقتصاديات في العالم تراجع نفسها من أجل التغيير ومن أجل التحسين. أما نحن كنا تكلمنا خاصة في مخص الاستثمار وفي مخص فتح أبواب الاستثمار وجلب الاستثمارات الخارجية وما إلى ذلك، تشجيع الاستثمار المحلي. السيد الرئيس يعني تكلم في عدة يعني محاور، حتى في محور الخلية الأساسية اللي هي الخلية البلدية اللي هي الوحدة الصغيرة ولا القاعدة اللي منها تنطلق مؤسسات ولا هياكل الدولة، يعني وين يكون التمثيل.
هو حقيقة لأنه كل خبراء وكل رانا متفقين باللي النتائج تحتم علينا نراجع. عندنا اقتصاد ما عندوش جاذبية، ما عندوش مثال، لم يلبي حاجيات السكان، ما زلنا نعتمد على الاستيراد بالرغم أنه اقتصادنا يتعلق يعني بالمحروقات باستخراج المواد الأولية دون تحويلها وتصديرها. تبقى مثل هذه الاقتصاديات في كل وقت لازم لها تراجع نفسها ولازم لها تحين قوانينها، لأنه النتائج تفرض عليها النتائج. مدام النتائج سلبية، مدام هذه الاقتصاديات لا تستطيع تلبية حاجيات سكانها، لا تستطيع أنها تنافس، لا تستطيع أن تفرض نفسها من أجل استقرار، من أجل رفع مستوى المعيشة، من أجل خلق مناصب شغل، من أجل تثبيت السكان، من أجل صحة، من أجل ثقافة، من أجل متمدرس. يعني كل هذا يعني النتائج والأرقام تقول باللي لازم نراجعوا المنظومة الاقتصادية. لماذا؟ لأنه عندنا كل الشروط. نحن يليق نسأل أنفسنا ولماذا هل تتوفر في الجزائر كل الشروط الأستاذ صالح بلوصيف لانطلاقة اقتصادية والابتعاد عن القبعة النفطية التي الشروط متوفرة من حيث الموارد، من حيث الموارد البشري، من حيث الموارد الجغرافي، الموقع الجغرافي، من حيث الموارد الأولية. لكن لابد لنا من بذل جهد كبير في الجانب التنظيمي، لابد لنا من بذل جهد كبير في إرساء صناعة اقتصادية، صناعة تحويلية أو صناعة مؤسسة في المستوى، من أجل إرساء فلاحة تنموية مستدامة، من أجل ربما تنافس لتنافس ربما كل المنطقة. في التاريخ القريب كانت الجزائر يعني هي اللي تصدر عدة موارد فلاحية، من أجل كذلك سياحة، ونحن نزخر بهذا البلد القارة زوج ملايين وثلاثمائة وواحد وثمانين ألف كيلو متر مربع، كل تقريب خمسين كيلو متر مربع بمزايا بلباس بشكل، هذا كله مخزون. كذلك هذا المخزون البشري فوق من 200 إلى 250 ألف خريج جامعي، قرابة 10 ملايين متمدرس. كل هذه الجامعات، كل هذه المراكز الصحية، كل هذه الطرقات، كل هذا التنوع في النقل، كل هذا التنوع يعني في مخص ربما درك حتى المستوى، ولو نبقى ربما شوية متأخرين، لكن لابد أن بالدفع بعجلة الرقمنة ودخول ولوج هذه. والآن بصراحة من ربما القطاعات التي تحدث عنها أستاذ صالح بلوصيف رئيس الجمهورية عن مسألة قطاع الرقمنة، كانت في كل مناسبة على رقم القطاعات بداية بالسنة الحالية، كانت تكلم في 2021 على رقمنة العديد من القطاعات لضمان مثلا تحديد سياسة الدعم الدرجة الأولى قبل بداية الحديث عن الدعم الموجه كذلك. نعم، أنا نقول لك ربما ما زال ما شفناش النتائج تاعها، لأنه هذه كلها تتعلق بحركية اقتصادية، تتعلق بالمواطن في حد ذاته. ساعات المواطن هو ما هوش مستجيب، ما زال ما هوش رقمي، بالرغم أن الرقم من الإدارات ورقم كذا، لكن يبقى لا يثق في مثل هذه، لا يثق، ما يعرفش حتى يعرف فيسبوك، يعرف كذا. فربما لابد من بذل جهد من أجل نشر، من أجل مكافأة الإنسان اللي يستعمل مثال هذا الرقمنة وهذا الوسائل الإلكترونية على ما هو معمول به في كل، يعني باش تحجز في نزل بالجانب الإلكتروني تكون تقريبا 21% أقل للتشجيع الناس باش يستعملوا. بقينا احنا درك مجتمع، ولو انه هي تجربتنا معنا سنوات، لكن في مخص الستارت اب، في مخص المؤسسات الناشئه، الجزائر اهتمت على ما هو يعني حتى في المنطقه وبكل افتخار انها خطات خطوات كبيره. انا نظن في القريب العاجل راح تعطي نتائج كبيره. مؤسسات الناشئه والستارت اب موجودين بكثره في الجزائر اليوم الان، حتى براءات الاختراع، لكن هي سابقه يعني ما كانت ابتكارات موجوده الان، مثل ما شاهدنا مؤخرا في المعرض الوطني الابتكارات للشباب، شاهدنا العديد من النماذج. أستاذ صالح بلوصيف، كانت قناة الجزائر الدولية غطت مثل هذه المشاريع خاصة في مجال الحرائق. نشوف الآن أنه توجد المادة الرمادية في الجزائر، وهناك محاولات عديدة لاستمالتها عن طريق سفارات أجنبية في الجزائر. لا تعتقد حان الوقت كذلك لمرافقة هؤلاء الشباب ضمن ربما تجمعات وكذلك مرافقتهم ضمن تعاونيات حتى لنجاحهم كذلك؟ حقيقة نحتاجهم، أولا نحتاج نشجعوهم كقدرات، لكن السوق الجزائرية والدول الجزائرية تحتاج لمنتوجهم، تحتاج لاختراعاتهم، نحن أولى بها، وهذه الاختراعات هي من الهوية الجزائرية اللي راح تنافس بها الدول الجزائرية الدول الأخرى وتتفخر بها. بالعكس ربما ساعات في تنظيمنا، في هيكلنا، في قوانيننا نتأخر نوعا ما، ربما نعيش بعض الظروف اللي تخلينا، لكن حاب نقول لك المخزون مخزون موجود، يحتاج جهد تنظيمي، جهد تشاوري، يعني قراءة الواقع كما راه، ما كان له نكذبه، لأنه متنجم تكذب. إذا قريت الواقع خطأ تروح للحل الخطأ، إذا قريت الواقع صح
قد تروح للحل الخطأ، للحل الخطأ. فلذلك حاب نقولك مش من باب باش نفتخر ولا نباهي، وإنما نعيش حقائق هذا بلدنا لازم نطوروه، بلدنا هو يليق يكون في مصف على الأقل العشرين الدول اللي راهي الدول العشرين. ما لا نقبل، لا لازم الجزائري لا يقبل وهو ينعم بهذا الاستقرار وهو ينعم بهذا المعطيات وهذا المخزون لا يقبل. لكن نكون بصراحة نقول لك بكل صراحة، لما تسمع السيد الرئيس يتكلم، يعني أنا ربما كنت إطار ربما كخبير، صح حقيقة ساعات الجزائري إن هو فقد ثقة في نفسه، يعني مخه يخمم وينتج ويبدع لكن ما يستطيع حرك اليد نتاعو باش يجسد هاك الإبداع. نعم. وانهي المؤسسات وانهي الهياكل وانهي الميكانيزمات، هذه الفضاءات البسيطة. نعم. اللي لازم نجتهدوا باش نحطوها، اللي هي تروح تستقطب الشباب. نعم. استقطاب الشباب وترافقوا. نعم. وتستعمل هاك المنتوج تاعو. نعم. استعمل هذا المنتوج. وموضوع آخر ربما تحدث عنه الرئيس، مسألة الاستثمار المحلي وإعطاء فتح الاستثمار المحلي على مصراعيه مع وجود قانون استثمار جديد كذلك. أستاذ صالح بن لوصيف، توجيه الاستثمار الخاص في الجزائر والاستثمار المحلي، تكلم الرئيس عن أفضلية للمستثمر المحلي مع مرافقته خاصة في الجوانب التشريعية والقانونية التي ربما تأخذ الحيز الأهم. أستاذ صالح بن لوصيف، والله هذه ملاحظة يعني حقيقية ربما هو قالها، يعيب علينا غيرنا خاصة سواء المستثمرين اللي يحبوا يستثمر عنا ولا أي استثمار، على أساس معنا استقرار في القوانين. لابد لنا من منظومة قانونية مستقرة ومنظومة قانونية بسيطة، مش قانون يفسر قانون، مش قانون لازم له خبير باش يفسره، لازم له قانون، قانون واحد إداري يفسره المواطن يفهمه. نعم. فإحنا ساعات تلقى روحك أمام قوانين ما تعرفش وش هو وش حاب يقصده. فلذلك لابد من تبسيط وتحرير فعل الاستثمار. كاين استثمارات ما تحتاج حتى قوانين يعني كبيرة، على مستوى بلد يفروا فيه، فلازم لينا نخلقوا كاتيجوريزي لي زانفيستيسمون. نعم. نعم. معناها نعاودوا نرتبوا الاستثمارات تاعنا وفق سلة، هذه قال محلية. نعم. هذا كذا هذا ربما يشتكي المستثمر، تفضل، ونخلوا الناس، نخلوا الناس تبدع، نخلوا الناس تلقى هي الطرق. نعم. نحن الدولة تعاون برك توجه ترافق. لانه عندها سوق، وما نروحوش نستثمروا بعد لي سوق ماهوش منظم، لانه من بين المشاكل اللي تطلقها بعض الدول اللي استثمرت انها استثمرت لي سوق غير مش موجود، تروح تنتج حاجه وبعد ما تنجمش تبيعها، ولا تقول السيد بيعها انت، انت تنقلها لا. نعم. ولذلك الانتاج حاجه والتسويق حاجه، لابد من تنظيم الاسواق، لابد من جعل هذه الاسواق جذابه، لابد من جعل هذه الاسواق المنتوجات فيها يعني تمر بسرعه. كل هذا يطرح لنا قضية الوقت، مش نستثمر، متى نستثمر؟ نعم. كم الوقت اللي نستثمره فيه؟ نقعد 10 سنين؟ فلذلك أنا يليق يعني نضيف في التوجه تاع الوقت، كم وقت الاستثمار؟ المشكل كامل في الاستثمار في الجزائر وجذبية تاعو في الوقت، كم من وقت باش دير هاتف؟ كم من وقت باش دير مثال الكهرباء؟ كم من وقت باش تحصل على القوى؟ نعم. هذا الفضاء نقولها بكل صراحة، فضاء ليس جذاب، مناخ الاستثمار في الجزائر ليس جذاب لا للجزائريين لا لغير الجزائريين. نعم. لكن هناك قدرات كبيرة، هناك مخزون كبير، هناك حتمية علينا واجب علينا كجزائريين باش نقوموا بلدنا وباش ننتجوا وباش ننافسوا بها وباش نلقوا. نعم. ربما بديل ولا رفيق للقوة. نعم. القصة تاعنا اللي تعتمد على تساؤل آخر أستاذ صالح بن لوصيف. نعم. بعدما تحدثنا عن الاستثمار تحدثنا على أهم ربما الإصلاحات التي تحدث عنها الرئيس الجمهورية، نأتي إلى مسألة تنويع الاقتصاد خارج قطاع المحروقات. اليوم صادرات الجزائر ترتفع مقارنة بالسنة الماضية في حدود 4 مليار دولار، الوجود إلى أسواق غرب في الدواء في الفلاحة. نعم. في الصناعات التحميلية يعني موجودة. نعم. هناك أسواق أستاذ صالح بن لوصيف تحدث عنها، غرب إفريقيا، عن العمق الإفريقي، لا تعتقد أنه حتى ونوصلنا متأخرين الجزائر يمكن لها ولوج؟ ما ناش متأخرين، قد تصل متأخر ويكون السعر تاعك منافس. لا لا لا، مش متأخرين، هذا سوق دولي. نعم. أنت مستهلك، أنت تخدم إلى سوق معين، إذا حبيت تخدم إفريقيا لازم تخدم. نعم. النقل محدد أساسي في الأسعار، لأنه في الأخير نوعية مقابل سعر معين. نعم. وساعات كيما ذلك النظام الدولي الاقتصادي يعتمد على المنتوج المتنوع، يعني أنك تنتج بكثرة ما تنتجش بنوعية، فالسعر في الأخير يحد النقل. نعم. ما هوش الإنتاج. فكل هذا الهياكل، كل هذا التجهيزات الموجودة الآن. نعم. لو كان نوظفوها توظيف حقيقي ونعمروا بلدنا ونتوجهوا نحو الإفريقيا، لأنه أسهل النقل هو النقل البري، أرخص نقل هو نقل البري، تقدر في يوم ويومين تقطع الجزائر، يومين نراك في إفريقيا، ربما بالباخرة تقعد أكثر ولازم لك آليات. والبر هذا طول التاريخ وهو
طريق يعني يجمع افريقيا ثقافيا، يجمع افريقيا دينيا. نعم. يعني هم طرق مش غير تجاريه، هي طرق روحيه. نعم. اللي نحييها ونتوجه نحو افريقيا ونعيش بعدنا الحقيقي وان شاء الله يكون غير الخير. نعم، بعد الافريقي للجزائر. ربما تساؤل اخر استاذ صالح بن لصيف قبل ان نختم، الوقت داهمنا والحديث معك شيق حول اهم الملفات في الاقتصاد الجزائري. نتحدث اليوم عن تقلبات الاسواق واسعار النفط والغاز. الغاز الجزائري اليوم مطلوب بقوه في السوق الاوروبيه مع ضروره ايفاء للاسف الشديد للعقود، ونحمد الله على ذلك انه اقتصادنا مربوط بهذا الامر. يعني وزيد له درك المحدد تاع كورونا، اكشفت انت درك في النشره تاعك الناس كلها تزت، يعني مجرد معلومه غير اكتشفه محور. انا نظن نحتاج الى تفاهم اكثر، نحتاج الى تبسيط اكثر، نحتاج نعيشه استثمارات صغيره سهل انشائها ممكن تموت اعاده دفعها، ماهيش استثمارات كبيره. ربما في الجانب الطاقي الجزائر مدربة يعني وعندها مكانتها، لكن هناك من الصناعات الصغيرة صغيرة نعم. جدا اللي تحتاج لازم تكون في كل بلدية في كل حي، كل حي يخمم يصنع روحه. نعم. إيجاد الطريقة، إيجاد الشكل، أنا نظن من مهام رؤساء البلديات الآن إن شاء الله اللي راح يكونوا نعم. جدد وهم متحررين وجايين الجزائر الجديدة يخموا في هذا الشكل نعم. المحلي اللي ينبثق من الأحياء. نعم. واحد مهدد بالجوع يخليه يصرف. نعم. هو ربما تسأل أخير أستاذ صالح. نعم. تكلمت على البلديات وعلى الجماعات المحلية. نعم. ندرك. نعم. حجم دور البلديات في التنمية الاقتصادية. كسؤال أخير، هل سنصل إلى بلديات فيها تنمية مستدامة وفيها اقتصاد وفيها مؤسسات صغيرة متوسطة؟ أنا مرتاح جدا. أنا شوف نعطي هل كخبير أي إنسان يروح المرحلة وهو يحب يتخلى على أمور. نحن وصلنا المرحلة وين الجزائر قريب نضيعوا بلدنا، وقفنا وحافظنا عليها وقلنا نتخلوا على الفساد هذا ونتخلوا على هذا، راح نتخلوا تدريجيا. هذه حاجه ربحناها. نعم. وهذه قيمه كبيره. نعم. قيمه انك ما تحملش تفسد. نعم. قيمه انك تحب تخدم بلدك. تلقى الظروف برك. نظن راح تكون شويه مع الاول قوانين مقوانين، لكن اراده الجزائريين انا عندي فيها ثقه كبيره. انا مرتاح جدا. شكرا استاذ. شويه كورونا. نعم. جات كورونا يعني. نعم. لازم نعذر رواحنا ولازم ديما ادعو الجزائريين حتى الخبراء. الان كورونا ولا محدد من المحددات. بالفعل. يكفي انه ما خلناش نفرحوا. نعم. ما خلكش حتى الجنازه بدلها. صح. فبدل كل الاشياء هذه. نعم. شوف الان تصريحات الناس. نعم. على جال اوميكرون هذا، ادخل للفيسبوك وادخل شوف. شكرا استاذ صالح بلصيف الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا شكرا لكم لما قدمته في النشره الاقتصاديه. اذا قبل الختام نذكر باهم ما جاء في النشره. تخوف مخاوف الوباء تدفع أوباك للتخلي عن خطط زيادة الإنتاج. إيران تستعد لرفع إنتاجها النفطي لأربعة ملايين برميل يوميا. تهاوي قياسي في مؤشرات الاقتصاد الكلي للمغرب. ارتفاع مقلق للمديونية العامة والاستدانة الخارجية سبيل حتمي لتغطية عجز الميزانية المتفاقم. وفي ملف النشرة تابعتم، الجزائر تطلق إصلاحات هيكلية للاقتصاد، مراجعة شاملة للمنظومة المصرفية، وتحرير كلي للاستثمار أمام الخواص. إلى اللقاء.